مشاهدينا الاعزاء، بجد الترحيب بحضراتكم من جديد. نروح بقى لفقره العالمي والاخبار العالميه فيما يخص الالماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الانجليزي عن مغادره صلاح لمعسكر المنتخب في بطوله امم افريقيا بكوت ديفوار، والتصريحات اللي قالها عن عوده صلاح للريدز تصدرت عناوين مختلف الصحف الرياضيه في انجلترا. ونبتدي مع حضراتكم بصحيفه ديلي ميل اللي كتبت: كلوب أعلن أن صلاح سيعود لناديه من أمم إفريقيا حيث سيتولى أطباء ليفربول علاجه. وجاء عنوان صحيفة تايمز: محمد صلاح يعود لليفربول، ليفربول يستعيد صلاح من أمم إفريقيا للعلاج بعد إصابته بالعضلة الخلفية. الاتحاد المصري لكرة القدم أكد أن صلاح سيعود لإنجلترا، وكلوب يقول أن صلاح قد يعود لمنتخب مصر في حال تقدمهم بالبطولة. كمان كتبت صحيفة ديلي إكسبرس: كلوب يريد استعادة صلاح، وصلاح سيعمل على التعافي من إصابته في ليفربول، فيما جاء عنوان صحيفة جارديان اللي قالت إن داروين نونيز يسحق بورنموث، وصلاح يحلق عائدا لليفربول من أجل العلاج. فيما يخص منتخبنا الوطني بقى اللي هيحمل شارة القيادة أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، واللي هيكون النهاردة بإذن الله هو كابتن منتخبنا، وبالتأكيد لعيب كبير عنده خبرات، عنده من المباريات والخبرة يعني ما يجعله هو الأحق بهذه الشارة، وطبعا للأقدمية. اختارت لجنة الحكام الرئاسية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف الحكم المساعد المصري احمد حسام طه ليكون ضمن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة انجولا وبوركينا فاسو، ده ان شاء الله بكرة ضمن منافسات كأس الامم الافريقية بكوت ديفوار. والطاقم بيضم الكونغولي جان جاك ندالة حكما للساحة، ويعاونه المغربي زكريا برنيسي مساعد اول، والمصري احمد حسام طه مساعد ثاني، والبنيني لويس ديجينجو حكما رابعا، والمغربي سمير الكزاز حكم فيديو، وهيثم قراط حكم فيديو مساعد. من الاخبار اللي عايز اقف عندها شويه، كلنا طبعا يعني الشغل الشاغل بالنسبه لنا هو القضيه الفلسطينيه. مش معنى ان احنا بنشتغل او مش معنى ان احنا بنطلع بنتكلم او بنقدم برامج او بنلعب دوريات او بنشارك في معترقات افريقية ان احنا مش ناسيين اخواتنا واشقائنا في فلسطين. اللي انا عايز اقوله ان فلسطين دايما في القلب. ومن الاخبار اللي انا عايز اشاركها يعني مع حضراتكم، وهي ان وجود طبعا جبل فلسطين لتلقي العلاج دلوقتي كان التقى بمحمود وادي مهاجم المقاولين العرب ومنتخب فلسطين، التقى بجبل فلسطين وائل الدحدوح على هامش تواجد وادي في قطر، على هامش عفوا وجود الدحدوح في قطر لتلقي العلاج. ده بالتزامن مع كأس أمم آسيا اللي مقامة في قطر واللي بيشارك فيها منتخب فلسطين منتخب الأبطال. وكتب محمود وادي عبر حسابه على انستجرام: جبل فلسطين الشامخ الصامد، ربط الله على جراحك ودمت رمزا للعزة والشجاعة. وأنا في الحقيقة وكلنا بنضم صوتنا لصوت وادي. النهاردة هتتلعب العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات، بيتصدرها طبعا لقاء منتخبنا الوطني، فتعالوا نستعرض مع حضراتكم أبرز المباريات.